السلام عليكم، معك ياسين سرجد. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على اول خطوه اللي خاصك تبدا بها الا بغيتي تخدم في الدروب شيبين، اللي هي البحث عن منتجات. اذا في الفيديو اللي داز هضرت على شنو هو الدروب شيبين، دونك شرحنا شنو هو الدروب شيبين، وهضرت بانه باش انك تخدم بالدروب شيبين كيخصك ثلاثه الخطوات. اذا الخطوه الاولى قلنا هي هذه ديال انه خصك تقلب على منتجات اللي غادي تبيعها. ثاني حاجه كيفاش تبيعها، يعني المكان اللي غادي تبيعها فيه، مثلا واش متجر، واش اي باي، واش امازون الى اخره. وثالث حاجه دونك اشهار، يعني فيسبوك اس او جوجل اس، لانك داك المنتج خاصك دير لها الاشهار باش الناس يشوفوها باش يشريوها. اذا في هذا الفيديو غادي نهضروا على اول خطوه واهم خطوه في دروب شيبين، اللي هي البحث عن منتجات. وكيف قلت سابقا بان هذه الخطوه خطيره بزاف. علاش خطيره بزاف؟ لانه ماشي فقط انك ما غاديش تبيع المنتجات ديالك الا ما لقيتيش منتجات او الا ما اختارتيش منتجات مزيانين، انما غادي تخسر الفلوس. يعني شي حاجه اكثر من مجرد انك ما تربحش، انما غادي تخسر فلوسك، لان الدروب شيبينغ هو الاشهار. باش دير دروب شيبينغ كدير فلوس في الاعلانات. اذا الا ما كنتيش كتعرف تختار منتجات مزيان، فغادي دير الاعلانات المنتجات اللي هي اصلا يعني من البدايه الاختيار ديالها كان خاطئ، فغادي تخسر الفلوس. اذا خصك ترد البال لهذه النقطه هذه. اذا شنو هو الحل باش اننا يعني ما نطيحوش في هذا الغلط، او نقصوا يعني اكثر ما يكون من 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 هذا لو ريسك، هذا من هذا الخطر ديال اننا نختاروا منتجات اللي ما كتباعش ونخسروا فيها الفلوس، هو ان خص تكون عندنا واحد لا استراتيجي. خصك تحط واحد استراتيجيه في البحث على المنتجات، ماشي تدخل مثلا على اكسبريس وتشوف المنتجات وتدير ديك اجرد مالحه فين كنتي سارحه، ولا يعني تختار واحد هكذاك يعني عشوائيا. انما خص يكون عندك واحد المعايير اللي هي خاصك يعني تشوف داك المنتج واش كيحترم فيه دوك المعايير اللي انت كتقلب عليها، ولا كانوا فيه ديك المعايير اذا هذا منتج اللي هو منتج يقدر يكون مزيان ويقدر يتباع بالدروب شيبين. اذا شنو هما هاد المعايير او اهم المعايير اللي خاصك تشوفها في المنتج؟ غادي نهضر على جوج اساسيين، وحنا غاديين في الدوره حنا كنوريك معايير اخرى، او في الدرس وحنا غادي كنوريك معايير اخرى. اذا اول معيار هو انه خاص يكون منتج اللي كيحل المشكل. دائما طرح السؤال فاش يلاه تبدا تختار المنتجات، تقول هذا المنتج واش كيحل المشكل، او شنو هو هذا المشكل اللي كيحل هذا المنتج. دائما المنتجات اللي كيتباعوا او اللي كيتسموا دوك وينين برودكت، اللي كيتلونسو مزيان كيربحوا هما اليوم منهم فلوس بزاف، هما المنتجات اللي كيكونوا كيحلوا مشكل. اذا الناس عندهم مشكل وكيحلوا. داكشي علاش المنتجات ديال الصحه والجمال، هيلث اند فيتنس، هذوك المنتجات كيتباعوا بزاف. علاش؟ لانهم غالبا كيكونوا كيحلوا مشاكل. واحد الانسان بغى يفقد الوزن، واحد الانسان بغى يزيد الوزن، واحد الانسان بغي اكسترا، يعني حوايج اللي عندهم علاقه بالصحه ديالنا. اذا هذاك الحاجه اللي كنحتاجوها. واحد النيش اخرى او واحد المجال اخر اللي خدام بزاف، مثلا ديال الاي كوميرس، ديال ميك ماني اونلاين، كيفاش تربح فلوس في الانترنت، هذاك حتى هو اللي كيحل المشكل ديال واحد الانسان باغي يخدم باغي يربح الفلوس. فانت كتجي كتوري كتحلي داك المشكل. يعني اي منتج او خدمه اللي هي كتحل المشكل، هذيك هما المنتجات اللي كيتباعوا مزيان بصفه عامه، وخصوصا في الدروب شيبينغ. اذا شنو هي النقطه الثانيه؟ بعد ما لقينا منتج اللي كيحل المشكل، خصنا نشوفوا الهامش الربح ديالو واش مزيان ولا لا. ما يمكنش انا واخا تلقى واحد المنتج اللي زوين بزاف، ولكن مثلا داك المنتج ما يخليش لك واحد الهامش ديال الربح مزيان. يعني على الاقل في الدروب شيبينغ خاصك تضرب في ثلاثه، يعني في اغلب الاحيان الثمن خاصك تضربه في ثلاثه. اذا الثمن مثلا اذا كان قليل بزاف وخا ضربتيه في ثلاثه ما يخليش لك لا مارج، بحال مثلا برودوي ديال دولار ولا جوج دولار، ولا خديتي مثلا برودوي غالي تضربه في ثلاثه غادي يولي غالي بزاف. اذا يعني خاصك دائما تشوف البرودوي، تشوف الثمن ديالو، تشوف الاخرين بشحال كيبيعوه، وتشوف داك الثمن باش كيبيعوه واش مخرجك انت، واش مخلي لك اون مارج مزيانه الى اخره. لان كاينين مصاريف كتصرفهم اللي هو الاشهار والمتجر ديالك وحوايج اخرين. اذا هادو هما بالنسبه للمعايير. اذا حنا عرفنا المعايير، انما دابا كيفاش غادي نوريك استراتيجيه اللي قلت لك خاص تكون عندك واحد الاستراتيجيه في البحث على المنتجات. فدابا غادي نوريك بعض الطرق، ماشي كلشي الطرق، كاينين طرق يعني اخرى، ولكن هذه بعض الطرق الاكثر استعمالا اللي كيستعملوها الناس، اللي غادي تساعدك باش انك تلقى منتجات. يعني حنا شنو غادي نديرو؟ بلاص ما اننا نمشيو نقلبوا منتجات نهزوهم هكذا كي قلت عشوائيا ونبقاو نتيستيوهم، الوغ شنو نديرو؟ نمشيو نقلبوا على منتجات اللي هما ديجا كيتباعوا، منتجات اللي ديجا الناس حاطينهم ودايرين لهم الاشهار وديجا يعني كيتباعوا، والتفاعل ديال الناس معاهم كبير بزاف. نقلبوا عليهم ونستعملوا دوك المنتجات، هكذا غادي نكونوا ضربنا عصفورين بحجر. العصفور الاول اننا عرفنا شنو هو المنتج اللي كيتباع ولا المنتجات اللي كتباع. ثاني حاجه عرفنا الطريقه، يعني الاشهار دوك الادس اللي
يستعملوا دوك الناس، يعني تقدر تستعمل نفس داك الاد، تقدر تستعمل نفس داك الاعلان ولا ديك الكتابه اللي كاتب هو وديرها في الاد. دونك انت لقيتي مونتاج وانت لقيتي كيفاش دير له الاد، دونك ديجا واجد وعاطي مفعول ديالو، لانه مادام حنا اختاريناه اذا الناس كيتو يعني اونكاجيين معايا، يعني راه يعني داك الاد راه عاطي مفعول ديالو مزيان. فوالا، وعاد ديك الساعات غادي ناخذوه حنايا وغادي نديروه في لابوتيك ديالنا. هذه لا فيديو الجايه ان شاء الله نشرح لك كيفاش بقات امبورتي لي برودوي من علي اكسبريس تحطهم في ستور ديالك اكسيتيرا. وعاد من بعد غادي نديروا له الاشهار في لا فيديو الثالثه اللي هي كيفاش ديروا الاشهار في فيسبوك ادز. فوالا، اذا دابا غادي نبدا نوريك اول طريقه اللي يمكن لك ديال البحث على على المنتجات من الفيسبوك، يعني نشوفوا شنو هما المنتجات اللي الناس كيدير لهم فيسبوك اد. ولكن باش تسهل عليك الخدمه بزاف غادي نستعملوا واحد جوج ديال لي زيكستونسيون ديال كروم، يعني جوج ديال الامتدادات ديال الاضافات ديال كروم اللي غادي نتيليشارجيهم دابا وغادي انستاليهم، اللي هما غادي يساعدونا باش نحققوا دوك الحوايج اللي غادي نهضر عليهم دابا. اذا هاد الاضافه، دونك اول اضافه اللي غادي نستعملوا هي تيربو. فوالا، تيربو اد فايندر. اذا كتدخل جوجل كدير تيربو اد فايندر، من بعد كتضغط على تيربو اد فايندر جوجل، غيحل لك الصفحه ديال الاضافه، وهنا غادي دير اد تو كروم، اد اكستنشن. اي فوالا، دونك حنا ضفنا هاد الاضافه. اذا شنو كدير هاد الاضافه هادي؟ هي انا واش كدير ملي كتدخل فيسبوك ديالك وكتاكتيفي هاد الاضافه اللي هي تيربو اد فايندر، فهي كتحيد كاع لي بوست ديال الناس العاديين ديال الاصدقاء ديالك. وشنو كتخلي؟ كتخلي الاشهارات، يعني في داك الفيد او في داك الميغ الحائط ديالك في الفيسبوك غادي يبان لنا فقط الاشهارات. دونك هادي حاجه زوينه باش مابقاش تقلب، لان صعيب انك تبقى تقلب على الاشهارات، هكذا غادي يخرجوا لنا كاع الاشهارات اللي كاينين في الفيسبوك. اذا فوالا، دونك حنا انستالينا دابا تيربو اد فايندر، غادي نمشي دابا للفيسبوك، وهنا دونك كتحل الصفحه ديالك الفيسبوك، كتضغط على هاد الايكون، وهنايا كتضغط على هاد كتفعل هاد الزر هذا، دونك كتضغط على هاد الايكون هذا، ومن بعد كتاكتواليزي لا باج. فوالا، دونك هو بدا كيقلب دابا، كتلاحظ بان هنايا يعني كيدور على كاع لي بوست دابا وكيحيد لي بوست وكيخلي الاعلانات. اذا دابا خصنا نقلبوا على الاعلانات اللي هما ديال الدروب شيبينغ. دونك اعلانات اللي هما ديال الدروب شيبينغ، هادو كتكونوا شركات غالبا ملي كيبان لك اعلان بحال هكا ديال الدروب شيبينغ كيكونوا فيهم العوينات والقليبات بحال هاد الشكل هكذا مثلا. هذا تونلي، دونك لا ماشي دروب شيبينغ. هذا شي شيخ وقيلا دير اعلان ديالو دون دروب شيبينغ، دروب شيبينغ، دروب شيبينغ. دونك كلشي هادشي اللي كتشوف دابا اعلانات، دونك خلى لينا فقط الاعلانات. ها هو ثاني كيبحث كيحيد لي بوست وغادي يخرج ليا الاعلانات. فوالا، اذا على ما يكمل البحث ديالو كاين واحد النقطه مهمه دابا خصنا نديروها. دونك شنو هو الهدف من انه يخرج لينا الاعلانات؟ ماشي فقط اننا نشوفوا شنو هما البرودويات اللي كيتباعوا، ولكن كاين واحد الهدف اخر هو اننا نادابتيو الفيسبوك ديالنا للدروب شيبينغ. بمعنى انه حنا ملي يخرجوا لنا الاعلانات ديال الدروب شيبينغ غادي نبقاو نديروا انغوجيستري لذاك دوك الاعلانات وغادي نبقاو نديروا لهم جيم. دونك هذه هي الطريقه الاولى. بحال هكذا بهذه الطريقه حنا كنقولوا للالغوريثم ديال الفيسبوك، كنقولوا له بان حنا الناس اللي مهتمين بالاعلانات، فاوتوماتيكمون غادي يبداو يبانوا لك الاعلانات بزاف في الميور ديالك. دونك هذاك هو الهدف، باش نشوفوا شنو هما الاعلانات، شنو كيبيعوا الناس. اذا هذه اول حاجه، الطريقه الاولى باش نقولوا له باننا راه زعما مهتمين بالاعلانات، واحد المجموعه الاعلانات نبقاو ندير لهم جيم 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 وسيف وفوالا. المهم اي اونجاجمون نقدروا نديروا مع الاعلان باش نقولوا الفيسبوك بغينا الاعلانات. ثاني حاجه، يعني ماشي مجرد غادي نقولوا الفيسبوك باننا باغيين الاعلانات، مي غادي نوريو الالغوريثم ديال الفيسبوك باننا حنا يعني هاي كواليتي ترافيك، يعني ترافيك من مستوى كبير، يعني الترافيك اللي كيشري. وغادي نديرو باننا شرينا دي برودوي، ولكن بلا ما نشريو دوك لي برودوي، يعني حنا غادي نصيفطوا الفيسبوك ديك النوتيفيكاسيون باننا شرينا داك البرودوي. غادي نوريك كيفاش دابا واحد الطريقه، المهم نعطيك واحد الكود باش كدير هاد القضيه هادي. مي من بعد غادي فريمون يولي يطلع لك اعلانات، ويولي يطلع لك اعلانات ديال الناس اللي كيخلصوا الفلوس بزاف، يعني البرودوي اللي هما من يعني برودوي زوينين بزاف اللي كيخلصوا عليهم الناس بزاف ديال الفلوس، وهذوك هما اللي بغينا حنا نخدموا بهم. اذا وهاد الطريقه الثانيه نستعملوا بها ليكستونسيون الثانيه، ودابا غير باش نجبدوا الاعلانات. اذا هنا قال لي فيسبوك از نوت شوين يور ادز رايت ناو، ريفريش بيج، ما عنديش اعلانات بزاف هنا.
هذا مادام هاد ليكون بالاحمر هذا بمعناه انه اشاك فوا درتي ريفريش اكتواليزي لاباج يعطيك الاعلانات الا بغيتي مابقى شي يعطيك اعلانات كتكليكي وكديزاكتيفي هاد البوطون هذا فوالا اذا شنو عندنا هنايا سوبر باورفول ار سي ديك الطيارات ار سي واتر ريموت كنترول اذا هذا بين دروب شيبين مثلا هذا ان برودوي ديال دروب شيبين الطريقه باش نبريزونتي ولو ليان بيت لاي دونك سي دروب شيبين الوغ شنو غدير تكليكي على ثلاثه النقاط وغدير له سيف هنايا اد تو يور سيف ايتمز سيف فيديو وغادي نجي مثلا غادي نديرو جيم فوالا اذا هذا عندنا 734 كومونتير و 621 شير دونك باينه عليكم شي برودوي زوين وانا فوالا دونك شنو عندنا اخر هنايا هذا هذا يكون دروب شيبينغ حتى هو هذا شفتو الباح زوين وانا هذا البرودوي هذا كاين في علي اكسبريس شنو نشوف ندخل للسيت ديالو فوالا دونك 69 دولار 69 دولار قول تقريبا 70 دولار كيدير دونك هذا دروب شيبينغ هذا دابا كيبيع هاد البرودوي بالدروب شيبين دونك هذا غادي ندير له سيف فيديو ندير له جيم وهكذا انت غادي وكتختار كاع اللي بان لك بانه دروب شيبين كاع لي برودوي اللي كيبانوا لك بانهم دروب شيبين دونك كدير لهم سيف وكدير لهم جيم كوم سا كي قلت لك باش كنقولوا للفيسبوك باننا حنا راه مهتمين بالاشهارات دابا ليكستنسيون الثانيه ديالاش اننا ندخلوا للبرودوي ونديروا باننا شرينا داك البرودوي دونك هذا هو الهدف من ليكستنسيون الثانيه نشوف شي برودوي اخر مثلا هذا نشوف هذا الباك هذا نسدنا شنو هذا هذا حتى هو دروب شيبينغ حتى هو دروب شيبينغ دونك غادي ندير له سيف فيديو 18 كومونتير 8 شير دونك ماشي يعني ما فيش بزاف ديال الناس ما حنا ما كيهمناش فيه ولا ما فيش حنا دابا كي قلت لك يعني الهدف ديالنا هو الله يخليك راه بغينا الاشارات عطينا الاشارات واخا غادي ندير ريفريش على ونمشي نانستاليو السميتو الثاني الاكستنسيون الثانيه او الاضافه الثانيه قلنا ليا فيسبوك فيسبوك بيكسل هيلبر فوالا دونك فيسبوك بيكسل هيلبر اد تو كروم اد اكستنشن غادي تزاد دابا في الفوق هنايا غادي تبان نورمالمون هي هادي كتبان العلامه ديالها هنايا دونك غادي نسد على هذا سي بون دابا انستالينا هذه تعرف ديالها هذه دابا ملي كندخلوا شي سيت كيعطينا لي بيكسل اللي كاينين في داك السيت مانستالين هذا باقي كيقلب الوغ سو بروجيكتور تيان ليتيرالمون دون اون بوش ماشي نو بروجيكتور اكسيتيرا المهم نشوفوا هذا باينه فيه دروب شيبين دونك غادي ندخل مثلا لهذا السيت هذا 40 كومونتير سامثينغ ديال الاشهار واللي ما خدامش ياك ما خصنا هادي خايبه دابا هادي فوالا الوغ نشوفوا هاد الباك هذا كيبان زوين 100 كومونتير 133 شير 681 الف فيوز دونك هذا برودوي زوين هذا يكون برودوي اجي نشوفوا هاد البرودوي فوالا اذا ندخلوا نشوفوا هاد البرودوي دو ميديا جريت شوب ناو دونك كليكي على شوب ناو دابا هادشي كامل اللي كندير انا دابا راه الالغوريثم ديال فيسبوك حاضي شنو كندير جيم شنو كندير شوب ناو شنو كندير كذا كل حاجه كنديرها دابا راه جا فيسبوك الالغوريثم ديال فيسبوك كيشوفني كيفاش كنتنقل اكسيتيرا دونك هنا كتشوف هاد ليكون اللي حطينا دار ليا ثلاثه هنا صافي دير كاين ثلاثه ديال لي كود بيكسل في هاد السيت هذا الشيء اللي بغينا حنا دونك شنو غدير شوف بالزربه باش ما نتعطلش غادي تمشي دير ديك باينا اجوتي او بانيي ولا بايت ناو غنكليكي مثلا على بايت ناو بغيت نشريه دابا مثلا فوالا الوغ غادي تجي لهاد الباج ديال تشيك اوت فاش تجي لهنايا هاد الباج ديال تشيك اوت لا تعمر فيها كذا غتكليكي على هذا ياك وغادي تجي لهنايا فيسبوك بيكسل انيسييت تشيك اوت هاد انيسييت تشيك اوت غيعطينا هنا بعض المعلومات دونك عندنا هاد كونتنت اي دي هو هذا وعندنا هاد فاليو اللي هو الثمن ديالو 191.99 اذا شنو غادير غتاخذ داك الكود اللي غتلقاه في التحت ديال الديسكريبسيون هاد الكود هذا هو تما نكتبو في شي بحال هكذا مثلا دونك غادي نمشيو هذا مش تراجم فوالا اذا هنا غادي نكوبي غادي تكوبي هاد الكود هذا الاي دي كنترول سي غادي تجي لهنايا هاي فين كاين كونتنت اي ديز هاي كونتنت اي ديز ندير له في يعني كوبيتو هنا سيف وغادي نمشي نرجع ثاني كليكي ناخذ فاليو فين هي فاليو هي 191 دولار ولا 192 دولار تقريبا
وغادي نجي لهنايا هي فاليو اي غاد سيليكسيون هاد اي غاد ولا مسحها وبلاصتها دير ثمن فوالا سيف دابا غادي ندير فوالا دابا غادي ندير كوبي الكود كامل غادي نرجع لهنايا غادي كليك دروا على الصفحه انسبكت فوالا غادي تجي نصغر هذا باردون فوالا غادي تجي الكونسول هنايا تكليكي على كونسول داكوغ وهنايا في كونسول تحت غادي تكوبي الكود ودير اونتري صافي دونك هذا الكود هذا اللي درت له اونتري دابا بحال صيفطنا نوتيفيكاسيون لجوجل قلنا له بان راه حنا شرينا داك البرودوي دونك هو اوتوماتيكمون انت دخلتي من فيسبوك كليكيتي على شوب ناو ودخلتي وراك شريتي داك البرودوي بهذا الثمن اللي مكتوب هنايا دونك حتى بالنسبه لفيسبوك واحد المومبر اللي كيشري البرودوي دونك بدا يطلع لك اشارات واشارات اللي هما يعني كاينين في الفيسبوك ادس الناس اللي كي اوبتيميزيو الاعلان ديالهم للشراء وهذوك غالي بزاف كيخلصوا الفلوس بزاف دونك ما كيطلعوش لاي حد فيسبوك كيطلع غير الناس اللي كيشريو اشهار كيبان غير الناس اللي كيشريو الوغ باش دوك الاشارات يبانوا لينا حتى حنا دونك كنديروا هاد لوبيراسيون هادي وباش تعرف بانه فعلا دازت لوبيراسيون ترجع لهذيك ليكون وغادي يبان لك في التحت هنا غادي تزاد بيرشيس هنايا يعني اشتي ولا اشا ولا شي حاجه بحال هكا فوالا كوم كوا بانك راك شريتيها دونك هادي تزادت بانك راك صافي شريتي هاد البرودوي هذا تزادت في البيكسل اذا دابا شنو درنا دابا دونك شنو درنا لقينا طريقه باش نخرجوا فقط الاعلانات وهذوك الاعلانات غادي نستعملهم باش نقولوا لفيسبوك باننا حنا الناس مهتمين بالاعلانات واننا الناس كنشريو لي برودوي من دوك الاعلانات اذا باش بدا يطلع لينا الاعلانات نشوفهم دونك هذه غادي تساعدك بزاف في دروب شوبينغ داك باش تبقى يطلعوا لك لي برودوي اذا دابا حنا هذه هي الطريقه الاولى باش يمكن لك تلقى بها لي برودوي اذا هاد ليكستنسيون اللي هضرنا عليها دابا اللي كتجيب لك فقط لي برودوي هما عمو دي برودوي اخرين هاد بورتابل مونيتور هاد المونيتور كاينين بزاف ديال لي برودوي سير مثلا 400 500 شهر 3800 الا خص يكون فيه اوما واحد 100000 ديال لي فيو مثلا ولا شي حاجه عاد دير سميتو هادو لي شير هادو لي كومونتير هادو لي جيم دونك هذا مزيان هذا تيبان لي برودوي زوين هذا فوالا لي كارت 3 دي شحال قلبت عليها هادي كنت درت واحد ديك لاكارت ديال اللي كيبغيو يديروا ديك لاكارت ديال سميتو ديال لي ريدكسيون دوك لي شوز وشي ماكينه بحال هكا كنطبع بها لا كارت ندير فيها السميات عباد الله كنت كنقلب على شي تخوك بحال هكا شوف شحال ديال لي برودوي دابا هادو دابا دي برودوي اللي كيتباعوا ماشي ضروري كانهم كيتباعوا كيجيبوا لي فونت مي لي برودوي اللي الناس داروهم وحطوهم وداروا لهم الاشهار دونك باش كتعرف كيتباع هنايا كتشوف شحال ديال لونغاجمون ديال الناس شحال الناس شافوا شحال الناس تونغاجاو معاه تما باش كتعرف واش كيتباع ولا لا دونك هذه هي الطريقه الاولى باش كنشوفوا لي برودوي دونك غادي نديزاكتيفي هاد ليكستنسيون دابا باش ما يبقاش يعطيني غير الاعلانات اذا الطريقه الثانيه انت مباشره عطاني اعلان دونك انا رجعت دابا للصفحه ديالي واول حاجه عطاني اعلان مدفوع سبونسور يعني دابا بالنسبه لي انا صافي واحد الشخص اللي كنشوف الاعلانات وكنتبع الاعلانات اذا دابا نشوفوا الطريقه الثانيه اللي يمكن لك تلقى بها المنتجات في الفيسبوك هي باستعمال شريط البحث ديال الفيسبوك اذا شنو هي الكلمات اللي نستعملوا شريط البحث هي الكلمات ولا شنو الحوايج غنقلبوا عليها في شريط البحث هي الكلمات اللي كتكون مستعمله في الاعلان يعني الاعلان ديما كتلقى ديك اطلب الان اوردر ناو تخفيض الدفع عند الاستلام دوك الكلمات اللي كيكونوا في الاعلانات اذا حنا كنديروا دروب شوبين دونك كنقلبوا على اعلانات بالانجلي دونك غادي تحت لا فيديو غادي تلقى واحد لا ليست ديال لي مو كلي اللي هما كتقلب عليهم هذوك الكلمات المفتاحيه اللي كيتستعملوا بزاف في الاعلانات دونك راه تلقاهم في الوصف تحت لا فيديو اذا انا شنو نستعمل نستعمل 50% اوف هذه كتستعمل بزاف مثلا 50% اوف 30% اوف 40% اوف المهم اذا هنايا وغادي نمشيو للفيديو من بعد كتمشي فيديو فوالا دونك هنا كيعطينا الاعلانات هنا يمكن لك تكلاسيهم على حساب واش اليوم واش هذا الاسبوع واش هذا الشهر من الاحسن يكون ما يكونش بعيد بزاف ما يكونش يعني الاعلان دايز عليه مده طويله بزاف خصو ما يكونش مثلا شهر ولا شهرين ما تفوتش شهر ولا شهرين هذا 1,300,000 مشاهده دونك هذا غادي يكون برودوي زوين زوين الا كان جديد مثلا الا كان زوين مزيان يعني مينيموم خاص يكون هنا مثلا في الفيو خاص يكون واحد 200 ولا 300,000 فيو هذاك هو البرودوي اللي انت تستعمل ما تستعملش برودوي اللي ما فيهش مشاهدات بزاف فوالا دونك ندخلوا مثلا لهذا الاولاني اللي فيه مليون ديال المشاهدات دونك فوالا هذا هو البرودوي ديال لا فيديو ديالو سيمور فوالا دونك حتى الاعلان دابا هادو نورمالمون الا تستعمل هاد البرودوي هذا نفس الاعلان غادي تستعملو تاخذ هاد الاعلان وغادي تستعملو كيما هو فوالا دونك هنايا عندنا شحال ديال لي كومونتير 5900 تقريبا 6000 كومونتير و2900 ديال لي جيم
يعني تفاعل كبير بزاف هذا البرودوي هذا مزيان. شنو عندنا اخر مثلا؟ شنو هذا؟ اوف ليميتد تايم ترابل شارجين يور فون و تكسن درايفين بلاين. مثلا هذا فيه مليون تا هو. نزلوا شويه لتحت كلهم كيحلوا مشاكل، كلشي غتلقاهم دي بروبليم. هذا دابا كيحل شي مشكل، كيسهل حياتي حاجه، هذا كيحل شي مشكل، هذا فري شيبين كارير تشايز هاز نيفر بين ايزير. فوالا كتهزو ولدك كيجيك ثقيل هو الحل. هذا مثلا عندك مشاكل مع شارجين فون، فوالا الحل. سيلف رينج از اميزين، كرييت اميزين كونتنت ويز يو اس بي باور 7. المهم شي حاجه ثاني، شوف هذا اللعيبه كتهز بحال هكذا كتحط بها البورتابل. كلشي لي برودوي حلول حلول. دابا نشوف شنو هذا الشعر هذا ديالاش. شنو هذا؟ وايرلس سونيك توت براش. دونك هذاك ديالك باش كتحك سنانك هكذا، اللي هو يعني الكترونيك بالوايرلس واي فاي. المهم فوالا فهمتي كيفاش القضيه. دابا نورمالمون هكذا عندك لا ليست ديال لي برودوي، الا بغيتي تبيع تختار من هاد لي برودوي اللي كتلقى هنايا، ولا اللي يبانوا لك في لاباج فاش دير ديك ليكستنسيون اللي هضرنا عليها ديال توربو اد فايندر. اي فوالا. اذا فوالا ما خصنيش نطول بزاف. دابا فهمتي كيفاش تلقى لي برودوي، من بعد كدور عليهم برودوي برودوي وكتشوف على حسب المشاهدات والتفاعل، وكتاخذ البرودوي بالاد ديالو وكتستعملو عندك. اذا هادو هما جوج ديال الطرق باستعمال الفيسبوك. يعني الطريقه الاولى اللي هي قلنا باستعمال ديك الاضافه اللي هي توربو اد فايندر اللي كتخلي لك فقط الاعلانات في الصفحه ديالك، والطريقه الثانيه باستعمال شريط البحث اللي كتكتب فيه الكلمات المفتاحيه اللي هما كيتستعملوا بزاف في الاعلانات ديال فيسبوك ادز. اذا دابا الطريقه الثالثه اللي غنشوفوا اللي هي علي اكسبريس. دابا غادي نمشيو لعلي اكسبريس وغادي نشوفوا الطرق اللي يمكن لك تشوف المنتجات اللي هي منتجات كتباع بزاف في العلي اكسبريس. دونك غتمشي aliexpress.com. فوالا. اذا اول طريقه اللي تقدر تستعمل في علي اكسبريس هي انك تدخل كاتيجوري اللي بغيتي. مثلا ندخل شي كاتيجوري هاد مثلا بيوتي اند هيلث، نقدر ما ندخل شي سو كاتيجوري مثلا سكين كير مثلا العنايه بالبشره. وهنايا دونك عندنا هنايا بيست ماتش اوردرز نيوست، كتشوف شنو هو اللي فيه اكثر عدد ديال الطلبات. دونك كتكليكي على اوردرز. فوالا دونك هادو اكثر البرودوي اللي كيتباعوا. هذا فيه مثلا انت 69400 بياسه تباعات. هنايا المهم 28000 26000. اذا هادو هما البرودوي اللي كيتباعوا في الهيلث كير سكين كير العنايه بالبشره. دونك هادي هي الطريقه الاولى، ولكن ما كيهمش العدد. قدر يكون مثلا تعدوا 60000 تبعت، ولكن ربما في الماضي هذه واحد 3 سنين واحد الوقيته مثلا دار بوم من بعد مات. يعني حنا خصنا نشوفوا واش داك البرودوي باقي عايش، يعني واش باقي كيتباع. خاصك ديما تشوف الشهر الاخراني او شهرين الاخرانيين شحال كيتباع فيه يعني في النهار، وخاص يكون يعني باقي كيتباع. الا لقيتي مثلا تباعوا 6000 ولا 10000 هذه واحد عام وما بقاش كيتباع، يعني هذاك راه صافي مات. يعني ولا الا واخا حطيتي ما غاديش يتباع. اذا كيفاش كنعرفوا هذه القضيه هذه؟ بدروب يعني دروب شيب سنتر. علي اكسبريس داير واحد دروب شيبين سنتر اللي هو كيعطيك معلومات على المنتجات، وكيعطيك معلومات شنو هما لي برودوي اللي كيتباعوا بالدروب شيبين بزاف. اذا كاين لو لين تحت لا فيديو، كليكي عليه اول مره باش يتاكتيفي عندك داك الدروب شيبين سنتر، ومره اخرى تبدا تدخل الكونت ديالك تلقاها في الكونت اكونت فوق. وهنايا مباشره عندنا دروب شيبين سنتر، ها هو كيبان هنا دروب شيبين سنتر. فوالا دونك هذا هو دروب شيبين سنتر. هنا كيعطيك هوت دروب شيبين ايتيمز. دونك هادو هما لي برودوي اللي هما هوت مثلا اللي كيتباعوا في دروب شيبين بزاف، كيعطيك لا ليست ديالهم هنايا. دونك ديجا هما كيساعدوك على لي برودوي، دونك كيعطيوك لي برودوي اللي كيبيعوا الناس بدروب شيبين باش تاخذ فكره شنو كيتباع. وهذيك القضيه اللي قلت لك ديال لي برودوي، دونك غنعاود نحل على الاكسبريس هنايا، نعاود نمشي ثاني بيوتي اند هيلث، نمشي ثاني للسكين كير، نشوف داك البرودوي اللي فيه 69000 وما عرفتش شحال شفنا فينا. خصك دير اوردرز، نشيت هاد ليطاب دونك تكليكي على اوردرز. دونك هذا دابا غندخل هاد البرودوي، غادي تكوبي اللين كامل هنايا، غادي له كوبي، وغادي تجي للدروب شيبين سنتر. غادي نسد هنا دروب شيبين سنتر، وغادي دير برودكت اناليسيس. برودكت اناليسيس غتكوبي لو لين، دير سيرش. فوالا دونك هذا شنو عندنا هنا، كيعطيك
الفوليوم ديال المبيعات. دونك كاين واحد سبايك هنا واحد النهار تباعوا 853، من بعد 300، 281، 231، 308. هذا برودوي باقي زوين بزاف، هذا برودوي واعر. علاش؟ لانه باقي كي خاص او موين يكون ديباسي واحد 150 و200 مبيعه في النهار قبل ما ديرو. دونك هذا باقي جديد، باقي كيتباع، ماشي باقي جديد معناه جديد، مي زعما باقي كيتباع. كل البحث 300، 232، 218، 382، كاع هنايا 853 فوالا. دونك هذا ان بون برودوي. واحد الحاجه اللي مثلا نيجاتيف في هذا البرودوي، انه هاد لوجيستيك ريابيليتي هادي ديال الفوندور اللي هو الفورنيسور. دونك هادو متوسط، فهمتي؟ بالنسبه للشيبمنت كيتعطل، بحال اللي كيتعطل الى البرودوي هكذا. المهم يعني الناس الفوت ديالهم على هاد الفوندور بالنسبه لوجيستيك بالنسبه للشيبمنت ماشي مزيان، بحال اللي كيتعطل البرودوي. دونك الا كان بالخضر هنا مزيان، كان بالصفر هكذا راه افيريج، كان بالاحمر راه بور فريمون عيان بزاف، ما تعاملش معاه. هاد لي ستاتستيك لي دايرين لي برودوي يعني يستاهل انك تبيعو، انما يقدر يكون عندك الريفاند بزاف. هذا هو المشكل. دابا الا كان كيتعطل بزاف عايش لو عندك الناس بزاف، ولكن من بعد يبقى يجيك داك الريفاند بزاف، بعض الله يقول لك رد لينا الفلوس ما بقيناش بغينا البرودوي. هذا الشيء خصك ترد منه البال. وانا ما غاديش نطول بزاف، دابا انت فهمتي، وريت كيفاش تكلاسي لي برودوي في علي اكسبريس، وريت كيفاش تقلب على البرودوي تحطو تشوف الاناليز ديالو واش باقي كيتباع ولا ما باقيش كيتباع. كاين دروب شيب سنتر، دونك هذه هي الطريقه الثالثه. الوغ الطريقه الاخيره الرابعه هو واحد الموقع. علاش كيدير هذا الموقع هاد الخدمه كامله اللي قلت لك انا دابا؟ هذاك الموقع كيديرها وكيعطيك في الاخر المنتجات اللي هي كتباع. يعني يوميا كيدخلوا كيديروا الابحاث ديالهم، كيشوفوا شنو هما البرودويات اللي كيتباعوا اللي عندهم اونجاجمون بزاف اللي كيتشراو، وكيعطيوك دوك لي برودوي يوميا. كتدخل كتلقى مثلا واحد البرودوي ولا جوج تزادو. الا كنتي مبتدئ في الدروب شيبينغ هادشي مزيان ديرو وتبقى تعلم ليه، تطور راسك فيه هكذا وتبقى تبحث فيه. انما الا بغيتي فعلا يعني بغيتي تبدا وبغيتي فريمون تبدا بمنتجات اللي انت عارف بان نسبه المبيعات ديالها كبيره بزاف، لان الناس دي بروفيسيونيل هما اللي قلبوا عليهم ولقاوهم. اذا واحد الموقع سميتو ايكوم هانت، راه الرابط كاين تحت لا فيديو. دونك كليكي على الرابط ودخل الا بغيتي تقيد فيه. هو الحاجه وحده فيه انه وسيله مدفوعه، يعني كتخلص 200 درهم للشهر، 200 درهم، ولكن كتستاهل داك الانفيستيسمون، لانك دوك لي برودوي كتجي عندك مده شهر، خذ 3 4 5 دوك لي برودوي وجربهم، واكيد ان شاء الله شي واحد غادي يتباع فيهم، لان دوك لي برودوي هما اصلا دي برودوي اللي قلبوا عليهم. كي قلت لك الناس اللي خدامين في الدروب شيبينغ وعارفين كيفاش يبحثوا على منتجات بالنسبه للدروب شيبينغ. دونك هذيك اوبسيون اخرى بالنسبه للناس اللي باغيين انفيستيو، ايكوم هانت هو راه كاين الرابط تحت لا فيديو. فوالا، دونك ما بغيتش نطول، كنت باغي ندخل ايكوم هانت ونشرح ايكوم هانت، ولكن بزاف غادي تطول لا فيديو. اذا هذه هي الطريقه ديال تبحث على المنتجات. هادو غير بعض الوسائل، دخل وبحث وقلب، كاينين بزاف ديال الطرق. الى 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 تقنتي هاد الخطوه الاولى ديال البحث عن المنتجات وعرفتي كيف تجيب منتجات زوينين، داكشي الاخر كيت لك مجرد مهارات. نحط هنا ولا نحط هنا ماشي مشكل. الاعلانات كيفاش ندير اعلانات؟ غادي تتعلم اليوم، هذاك الشيء مهارات غادي تتعلمها مع الوقت ان شاء الله. فوالا، دونك اهم حاجه اخطر حاجه هي انك تعلم تجيب لي برودوي. هادو هما الطرق، طريقه سريعه كي قلت لك عصفورين بحجر، منها كتربح، كتعرف البرودويات اللي كيتباعوا، ومنها كتعرف الطريقه الاد، يعني اللي عندك الاعلان مكتوب كتكوبيي كتستعملو، ما غاديش تلقى مشكل مثلا في كيفاش تكتب الاد وداك الشيء. نتمنى تكون استفدتي من هذه لا فيديو، هذه اللي عجبتك بارطاجيها مع الاصدقاء ديالك، ونتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.